البداية ما كنت مستوعب الموضوع إنه كيف ناس بيحفظوا خلال 10 أيام أو خلال 7 أيام، فقررت إني أدخل كمجربة، والحمد لله رب العالمين بعد المحاضرات والورشات التدريبية استطعت إني أحفظ القرآن الكريم كاملاً خلال 6 أيام. كانت علاقة صداقة وتقديم نصائح أول بأول، يعني شغالين الحمد لله رب العالمين لحد ما سيطرنا على الوضع، وشوي صبرت عليها لأنها كانت مرات تحس حالها مضغوطة جدا يعني، بس عدت الفترة الحمد لله رب العالمين، والله يا ربي ثبت حفظها في عقلها ثبات الجبال الراسيات يا رب. بوجه شكر لجميع من ساعدني للوصول إلى حفظ القرآن الكريم. ببدأ مع أمي وأبي، الله يحفظهم ويخلي لي إياهم، كانوا أول سند إلي في خلال مسيرتي. وبعدها بوجه الشكر لمعلمتي رغدة الشريف، هي كانت وما زالت متابعة معي، وكذلك لمعلماتي في أكاديمية الصفا جميعهم، وللمشرفات كذلك.